يعني احنا امبارح كان في الاخت ام علي. ام علي دي قالت زوجها توفى عنها أيوة. يوم 25 شهر 5 تقريبا. أيوة. وهي دايره تعرف حسب الـ يعني الـ التقويم الهجري أيوة. انه هي تطلع 200. أيوة. فعلا هي ادتنا التاريخ، قالت زوجها توفى يوم 25 شهر 5 وطلبت انه تطلع 200. انا قلت لها لازم لابد ارجع للمفكره اشوف الشهور العربيه واطلع لها تطلع بتم الشهور العربية. طبعا العدة تحت المرأة المتوفي زوجها. ربنا تبارك وتعالى قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هسه هي زوجها توفى يوم 20 يوم يوم خم يوم 25 شهر 5 اللي هو طلع يوم 20 جماد أول، باقي من جماد أول 10 يوم، لأنه يوفى يوم 20 ما بنحسب يوم الوفاة، نحسب يوم 21. من 21 لقيت يوم 30 10 يوم من جماد الأول، وتاني حسبنا جماد الثاني شهر، ورجب شهر، وشعبان شهر، ورمضان شهر، بقينا 4 شهور. وعندها هناك 10 يوم في جماد أول، بقينا 4 شهور 10 أيام. يبقى نقول لأختنا أم علي تخرج إن شاء الله يوم عيد الفطر المبارك. نحن لسه صايمين رمضان. يوم العيد الصباح أول الفجر ما طلع تقوم تستحمي بصابون الحمام، وبعدين بعد ما تقوم الحمام تسوي لك حتة ريحة وتلبس نفس الملابس الكت لابسها في حياة المرحوم. يبقى خلاص تميت 4 شهور 10 أيام وفكيت الحد بتاعي وربنا يقبل مني إن شاء الله. يبقى أن تخرج يوم عيد الأضحى المبارك عيد الفطر، عيد الفطر والأضحى عيد الفطر المبارك. نعم.